أهلا بكم إلى أخبار الساعة، وهذه عناوينها. بعد قراره بتزويد كييف بذخائر عنقودية، بايدن يطير إلى أوروبا لاستيعاب مخاوف حلفائه الأوروبيين عبر جولة يستهلها من لندن. واشنطن تطالب طرف الصراع بالعودة إلى الثكنات ووقف التدخل الخارجي، وترسل بمساعدة وزير الخارجية إلى قمة الإيجاد. عشية التوجه لمناقشة خطة التعديلات القضائية، المعارضة الإسرائيلية تعلن الثلاثاء يوم غضب، ونتنياهو يقول إن صبره بدأ ينفد. تحديات خطرة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ترند يدعو للنوم حتى التعفن، وآخر يودي بحياة 4 ضحايا إثر كسر عنق. أهلا بكم في أخبار الساعة. وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن لندن في أولى محطات جولة أوروبية، كما سيشارك في جولته بقمة حلف الشمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية. ستنتهي هذه الجولة في هلسنكي عاصمة فنلندا. الملف الأوكراني يأتي من دون شك في طليعة الملفات، ومن المرجح أن تشكل موافقة الولايات المتحدة على تسليم كييف لذخائر عنقودية نقطة نقاش رئيسية خلال هذه الزيارة. وستوجه من دون شك أسئلة عديدة لبايدن حال موافقته على تزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية محظورة. ومن بين الملفات الهامة المطروحة على طاولة النقاش خلال زيارة بايدن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، ملف ستتم مناقشته خلال قمة الحلف في العاصمة الليتوانية، رغم أن كل المؤشرات تؤكد استبعاد حدوثه. كان بايدن قد استبعد هذا المقترح خلال تصريح سابق قراً بعدم وجود إجماع في الناتو حول ضم أوكرانيا إلى الحلف الآن في خضم هذه الحرب، غير أن بايدن سيكون مدعوًا لإيجاد حلول لإنجاح الهجوم المضاد الأوكراني في ظل عدم تحقيقه لمكاسب ملموسة. أما زيارة بايدن إلى العاصمة الفنلندية فستحمل رمزية كبيرة، إذ يزورها بايدن للمرة الأولى بصفته رئيساً، ففنلندا البلد المجاور لروسيا، ومن هناك سيظهر بايدن مقدراً الدعم السخي للحلفاء لتعزيز دفاعاتهم مع تصاعد الحرب الروسية الأوكرانية. وبالعودة إلى لندن، فهي المحطة الأولى لزيارة بايدن، وتعد هذه الزيارة الرسمية الخامسة لبايدن إلى المملكة المتحدة منذ توليه منصبه. هي زيارة ستشكل فرصة للرئيس الأمريكي لإعادة التأكيد على قوة العلاقة بين الحليفين. كان غياب بايدن عن حفل تتويج الملك تشارلز الثالث شهر مايو الماضي قد أثار بعض التكهنات عن إمكانية وجود تصدعات في العلاقة بين الطرفين. بهذا الخصوص اعتبرت صحيفة USA Today بأن زيارة بايدن إلى لندن من شأنها وضع حد للتكهنات بوجود أي خلاف بين البلدين. على الطرف الآخر، فقد جدد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سونك التأكيد على قوة العلاقات بين لندن وإدارة بايدن، مشيرا إلى أن بريطانيا تبقى أهم شريك تجاري ودفاعي ودبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية. وفي المقابل وعلى خلاف موقف حكومته، دعا الرئيس الأرناني إلى عدم منع الولايات المتحدة من تسليم قنابل عنقودية للجيش الأوكراني، وأشار في بيانه إلى أن الموقف الألماني ضد الذخائر العنقودية ما زال مبررا، موضحا أنه ستكون نهاية أوكرانيا إن لم يكن لديها وسائل للدفاع عن نفسها. مر شهر على إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسمياً إطلاق أوكرانيا هجومها المضاد ضد القوات الروسية. على أرض الواقع فإن الهجوم المضاد الأوكراني لم يؤتي ثماره بشكل كبير باستثناء تمكن كييف من استعادة السيطرة على بعض القرى. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نشرت مقالاً مفصلاً وصفت خلاله الهجوم المضاد الأوكراني بأحدى أكثر العمليات العسكرية بالنسبة لأي جيش في العالم، وعددت الأسباب التي تجعل من الهجوم المضاد الأوكراني صعباً إلى حد كبير. تقول الصحيفة إن التحدي الأكبر أمام الجيش الأوكراني هو مواجهة خطوط الدفاع الروسية العميقة، وذلك بعد تشييد الجيش الروسي لمخابئ ومصائد الدبابات وحقول ألغام.
أما العائق الثاني الذي يواجه الجيش الأوكراني فهو افتقاده للموارد، فرغم استلام كييف عدة شحنات من الأسلحة الغربية خلال الأشهر الأخيرة إلا أنها تبقى غير كافية لشن هجوم قوي. يضاف إلى ذلك الفرق الكبير في تعداد الجنود، فروسيا لا تتوقف عن دعم صفوفها بالمزيد من الجنود، ما يجعل عدد وعتاد جيشها أكبر من العدو الأوكراني. وعلى وقع تصاعد القتال يعود مقاتلو كتيبة أزوف الأوكرانية إلى ساحة القتال من جديد، عودة لم تمر دون إثارة حفيظة موسكو التي لم تتردد في انتقاد كييف وأنقرة على حد سواء. الكرملين احتج على عودة عدد من قادة كتيبة أزوف إلى أوكرانيا، واعتبر ذلك انتهاكا لصفقة تبادل الأسرى مع روسيا. اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن عودة قادة كتيبة أزوف من تركيا إلى أوكرانيا ليست سوى خرق مباشر لشروط اتفاقات مبرمة، محملا أنقرة وكييف مسؤولية هذا الخرق. ولم يتأخر قادة أزوف لإعلان عن عودة أفراد من كتيبتهم إلى ساحة المعارك، وذلك بعد توقف قصير ووصولهم إلى لفيف بأوكرانيا. الكرملين وإن كان انتقد قرار أنقرة إلا أن موسكو أبدت تفهمها للضغوط التي تتعرض لها تركيا جراء قرارها، وكانت عناصر من الكتيبة قد استسلمت في مدينة ماريوبول بعد قتال عنيف مع القوات الروسية في مايو من العام الماضي، وأبرمت موسكو وكييف اتفاقا لتبادل الأسرى يقضي بتسليم عناصر أزوف شريطة بقائها في تركيا إلى غاية انتهاء الحرب. بعد مضي 500 يوم على اندلاع الحرب الأوكرانية، قدرت الاستخبارات الأمريكية أن خسائر القوات الروسية قد تكون بلغت أكثر من 200,000 قتيل وجريح منذ بداية الحرب أواخر فبراير 2022 ومثلهم من الأوكرانيين. هذا وافاد تقرير حقوقي تابع للأمم المتحدة بتسجيل أكثر من 9,000 قتيل مدني في أوكرانيا، بينهم 500 طفل وجرح نحو 16,000 شخص، وقد يكون العد الحقيقي أعلى بذلك من كثير. كما قدر التقرير مقتل 30 شخصا وجرح 130 آخرين في الأراضي التابعة لروسيا. زرع الجيش الروسي الألاف من الألغام في المناطق التي كان يسيطر عليها داخل الأراضي الأوكرانية بهدف عرقلة الهجوم الأوكراني المضاد هناك. رتل عسكري أوكراني يحاول التقدم شرقا، لكن تنفجر الدبابات وتتطاير المركبات. هذه مشاهد نشرتها وزارة الدفاع الروسية تظهر سبب تعثر الهجوم الأوكراني المضاد وتقدمه ببطء شديد. فقد زرع الروس مساحات شاسعة بالألغام، بنوا دشما وتحصينات ومتفوقون جوا. فهل تحدث القنابل العنقودية الأمريكية فرقا في ساحة المعركة؟ لا يوجد سلاح يغير قواعد اللعبة. نأمل أن يكون هناك أسلحة أو أي شيء آخر نزوده لأوكرانيا لتحقيق النصر. لقد ناقشنا سابقا منصات صواريخ الباتريوت والدبابات وأيضا طائرات الـ F-16 والآن القنابل العنقودية. كل هذه الأسلحة مفيدة ومؤثرة في ساحة المعركة وسوف تساعد أوكرانيا على المواجهة، ولكن لا يمكن لأي سلاح أن يجلب النصر الأكيد. القنابل العنقودية تنفيذ عملي لسياسة الأرض المحروقة. كل قنبلة قادرة على تطهير 300 متر مربع من آليات وجنود الخصم، وقد تمكن القوات الأوكرانية من إعادة السيطرة على مساحات من الأرض، لكنها ستكون سيطرة عسكرية وليس مدنية، فجزء كبير من عنقود القنابل في العادة لا ينفجر وتصبح الأرض غير صالحة للحياة. حسناً، المملكة المتحدة هي من الدول الموقعة على اتفاق حظر إنتاج أو استخدام الذخائر العنقودية ولا تشجع على استخدامها، ولكن سنواصل القيام بدورنا في دعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر. لقد فعلنا ذلك من خلال توفير دبابات قتال ثقيلة وأحدث الأسلحة بعيدة المدى. نأمل أن تستمر جميع الدول في دعم أوكرانيا. جهات دولية وأوروبية تدعم أوكرانيا وتعارض في الوقت ذاته استعمال القنابل العنقودية، كذلك هناك نحو 100 دولة تحرمها، لكن كما قال الفيلسوف الأوروبي ميكافيلي قبل 500 عام، الغاية تبرر الوسيلة خصوصا في الحرب.
أين هو يفغيني بريغوجين؟ تساؤل طرح منذ نهاية تمرده في مدينة روستوف وتوجه عدد من رجاله إلى موسكو، لكن لا إجابات واضحة بحسب ما جاء في جريدة إيبيراسيون الفرنسية. هل هو في مينسك أم في سان بيترسبرغ؟ لا هذه ولا تلك. يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، كان في موسكو في الأول من الشهر الجاري. هذا ما جاء في جريدة ليبراسيون الفرنسية التي قالت أنه تم استدعاء قائد فاغنر واستضافته من قبل بوتين وعدد من القيادات الأمنية العليا. جزء من الغموض الذي يلف مصير بريغوجين هو سرية تنقلاته، حسب ما نشرته نيويورك تايمز التي نقلت عن مسؤول في البنتاغون أن يفغيني كان يستخدم شخصا شبيها له ليربك من يحاولون ملاحقته، كما أن طائرة خاصة في ملكيته تنتقل بشكل شبه يومي بين العاصمة الروسية وسانت بيترسبرغ أو تطير نحو جنوبي روسيا في محاولة لإرباك المراقبين، كما أن ما تمت مصادرته من قبل الأمن الروسي في منزل بريغوجين من أموال وسبائك ذهبية وشعر مستعار تدل على أنه يمتلك الإمكانيات المادية واللوجستية ليتنقل بسرية تامة. وحسب ليبراسيون فإن ما يجري حالياً هو إعادة هيكلة الوحدات التابعة لفاغنر ونقل عدد من الأفراد من أفريقيا إلى بيلاروسيا، حيث يتم تجهيز عدد من المعسكرات لاستقبالهم. فاغنر ستستمر في خدمة روسيا لأطول وقت ممكن، في إشارة إلى أن المجموعة ستستمر في أداء مهمتها لكن تحت إمرة الكريملين. أكدت ليبراسيون أن دور بريغوجين السياسي وظهوره الإعلامي سيتم تحجيمهما مع محافظته على جزء من نشاطه في روسيا. أنس نماسي، العربية. أظهر فيديو نشرته وكالة نيكستال بيلاروسية على تويتر التحولات في منطقة خزان سد نوفا كاخوفكا بعد انحسار المياه نتيجة تدمير السد في يونيو الماضي. يرصد الفيديو الأثر الكارثية حيث تظهر الأرض جافة في مكان الخزان. فيديو نشرته وكالة نيكستا أظهر التحولات الكارثية بعد انحسار المياه في سد نوفا كاخوفكا المدمر. بعد أن كانت المناطق المحيطة بالسد خضراء ويانعة تحولت لأرض متصحرة وجرداء. سد نوفا كاخوفكا دمر يونيو الماضي متسبباً بفيضانات ضخمة. تداعيات انهياره أدت إلى أضرار على الزراعة والثروة الحيوانية وتسرب الزيوت الملوثة، إضافة للقضاء على الثروة السمكية وتلوث المياه الجوفية ومياه النهر. دعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء القتال على الفور والعودة إلى الثكنات، كما كررت الولايات المتحدة نداءها للدول المنطقة لمنع أي تدخل خارجي ودعم عسكري، مشيرة إلى أنه لن يؤدي إلا لتكثيف الصراع وإطالة أمده. هذا ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الولايات المتحدة زيارة مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية إلى أديس أبابا. أفادت مصادر العربية بمغادرة رئيسي وفد التفاوض من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع من جدة إلى أديس أبابا للمشاركة في قمة الإيجاد، والتي سيشارك فيها أيضا السفير السعودي بالخرطوم ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإفريقية مولي فيه. ذكرت مصادر للعربية أن الرئيس الحالي للإيجاد الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة لن يحضر قمة الإيجاد الرباعية المخصصة لبحث الوضع في السودان، كما ذكرت المصادر أن رئيس جنوب السودان سيلفاكيا مياردات لن يحضر وسيرسل مستشاره. هذا وأكد الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أنهما سيلتزمان بالحضور. كان رئيس أريتريا قد وجه انتقادات للجنة إيجاد خلال استقباله نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مؤكدا أن المبادرات المطروحة هي أشبه بمزايدات سياسية لا يمكن المشاركة فيها.
موجة احتجاجات جديدة تجتاح المدن الإسرائيلية رفضاً لمشروع التعديلات القضائية للأسبوع 27 على التوالي. انطلقت احتجاجات معارضة لخطة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإجراء التعديلات القضائية. قدرت وسائل إعلام إسرائيلية عدد المحتجين في الأسبوع الأخير ب 150 ألفاً بزيادة عن الأسابيع السابقة. كما تعهد قادة الأحزاب المعارضة بتعزيز مظاهر الاحتجاج إلى مستويات غير مسبوقة يوم الثلاثاء القادم إذا تم تمرير القراءة الأولى لمشروع القانون بالفعل. المثير في هذه الاحتجاجات بأنها اتسعت لتصل إلى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، فقد هدد عشرات من المتطوعين في سلاح الجو في رسالة بعثوا بها لوزير الأمن ورئيس الأركان برفض التطوع في خدمة الاحتياط في حال تم إقرار خطة القضاء. من جهته انتقد رئيس الأركان هارتسي هاليفي بشدة كل من يهدد بعدم الامتثال للخدمة في الجيش لأي سبب من الأسباب. تلويح المعارضة الإسرائيلية هذا يأتي مع توجه هيلكنست للنظر في بند مهم من بنود التعديل القضائي يوم الاثنين. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن صبره بدأ ينفد حيال الاضطرابات الناجمة عن هذه الاحتجاجات. طلب نتنياهو من المدعي العام حضور اجتماع للحكومة لمناقشة إجراءات الشرطة في مواجهة المظاهرات. ذكر نتنياهو في تصريحات تلفزيونية أنه من غير الوارد أن تقيد الحكومة الحق في التظاهر أو تدعم أي عنف ضد المحتجين، مستدركا بالقول إنه لا ينبغي استخدام مثل هذه الحريات لانتهاك القانون بما يضر بالحقوق الأساسية لملايين المواطنين، الأمر الذي يحدث بشكل يومي. من تل أبيب معنا المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية آلون أفيتار، أهلا بكم معنا في أخبار الساعة وفي العربية. ما الذي يثير مخاوف المعارضين من خطة التعديلات القضائية؟ سؤال مهم، خاصة في هؤلاء الأيام. الحكومة الإسرائيلية قررت تحت ائتلاف نتنياهو إنه بدال تحقيق كل الإجراءات القضائية بمرة واحدة، هلا راح نحكي على إجراءات القضائية بشكل تدريجي، قانون بعد قانون، وهي راح يطول حسب حوطة الحكومة أسابيع أو شهور. عشان هيك المعارضة في إسرائيل وكمان خاصة المجتمع الإسرائيلي ومنهم كمان ضباط الاحتياط وكمان شركات الهايتك وشركات تجارية وإلى آخرين، كل ظاهرة الاحتجاج أو كل منظمات الاحتجاج قرروا إنه الاحتجاج ضد هذول الإجراءات بتكون هذا الأسبوع بشكل عظيم، وفي قلق جدي كمان داخل الحكومة الإسرائيلية. كمان وزير الدفاع جالنت حكى على الموضوع اليوم، وكمان رئيس نتنياهو حكى على الموضوع اليوم، إنه ظاهرة الرفض من المتطوع يعني ضباط الاحتياط وكمان احتجاج شركات التجارية، هاي راح يمشكل الدولة بشكل. طب سيد ألون، ما الفرق بين خطة القضاء القديمة ومقترحات نتنياهو الجديدة؟ في بداية الحكومة، بداية فترة الحكومة لما قامت في إسرائيل، قرر نتنياهو أو خطط نتنياهو ووزير القضاء والائتلاف إنه كل الإجراءات القضائية ينفذوها بشكل ملموس على الأرض أسرع لممكن، شهر شهرين ومش أكثر. 150 قانون ياخذوا إجراءات بالنسبة لهذه المواضيع بشكل سريع على طول بدون أي احتجاج، بدون أي معارضة. هيك كان فكرة الحكومة أو التفكير الأول. بعد بلشت ظاهرة الاحتجاج، قررت الحكومة وفهمت إنه ظاهرة الاحتجاج هي واسعة وصعبة، وعشان هيك كمان الاحتجاج داخل الجيش، عشان هيك قررت الحكومة وقرر نتنياهو نفسه إنه مع المستشارين تبعه
إنه كل الإجراءات القضائية راح يخذوها بشكل تدريجي، معناته كل أسبوع أسبوعين راح يكرروا على كانون آخر. طب سيد ألون، إلى أي مدى يمثل الثلاثاء المقبل اختبارا حقيقيا لنتنياهو وحكومته ومقدرته على البقاء؟ بشكل من ناحية سياسية نحن مش شايفين إنه في، على كل حال إنه في تغيير بالنسبة أول شيء لاستقرار الحكومة. الحكومة راح تمشي بالقوانين أو بقرار على قوانين بدون أي تأجيل، بس قانون في كل مرة أو قانون في كل أسبوع. نحن هلا شايفين إنه من ناحية الاحتجاج أو ظاهرة الاحتجاج، وخاصة يوم الثلاث في هذا الأسبوع يكون يوم جوهري جدا في المجتمع الإسرائيلي، عشان ظاهرة الاحتجاج كمان على مطار بن غوريون في تخطيط أو خطة لسكر المطار أو ل حواجز في الدخول للمطار وإلى آخرين. ظاهرة الاحتجاج في يوم الثلاث هي بسموها يوم الغضب، هذا يوم الغضب أو يوم الاحتجاج في يوم الثلاث يكون يوم جوهر من ناحية قوة المعارضة أو قوة الاحتجاج ضد الإجراءات القضائية. أذني كمان في مشاكل كمان بالنسبة ل مستشار القانوني تبع الحكومة، هي موجودة في النص، يعني بين المحتجين، بين المعارضة وبين الحكومة، إلها دور كمان مهم بالنسبة لقرارات الحكومة أو قرارات الدولة. وأذني نحن موجودين هلأ في وضع دراماتيك جدا جدا داخل إسرائيل بالنسبة لاستمرار الإجراءات تبع الحكومة، وكمان بالنسبة ل وضع الجيش أو موقف الجيش بهذا الموضوع. بلا شك رئيس الأركان هو موجود من ناحية النظام تحت رئيس الحكومة وتحت رئيس الدفاع، ما في أي تردد بالنسبة لهذا الموضوع. بس المشكلة هلا إنه مجموعة من زبات اختيات والطيارين وزبات اختيات من قوات الحصة قرروا إنه ما يشاركوا في فعلاً. هنا التهديدات برفض التطوع في خدمة الاحتياط أيضاً. شكراً جزيلاً لك من تل أبيب، المستشار الأمني السابق في وزارة الداخلية آلون أفيتار، شكراً جزيلاً. قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر أن تعمل إسرائيل على منع أي انهيار للسلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع سيقدمان للمجلس خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية. كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تتمتع السلطة الفلسطينية بحكم ذاتي محدود. ولدينا أيضا في أخبار الساعة دعوات جديدة للتظاهر في باريس، والحكومة تريد ضبط الشارع. أهلا بكم من جديد. نقلت وكالة رويترز عن منظمة ووكينج بوردرز لإغاثة المهاجرين أنها 300 مهاجر على الأقل مفقودون في البحر بالقرب من جزر الكناري الإسبانية. أشارت المنظمة إلى أن معظم المفقودين من السنغال وقد غادروا بلاده بسبب عدم الاستقرار. ذكر مصدر مسؤول في المنظمة أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصا والآخر يحمل نحو 60 شخصا، مفقودان منذ 15 يوما بعد مغادرتهما السنغال في محاولة الوصول إلى إسبانيا. وغادر قارب ثالث السنغال في 27 من يونيو وكان على متنه نحو 200 شخص. أفادت وسائل إعلام تونسية بمصرع شخص وفقدان 10 مهاجرين غير شرعيين تونسيين، وذلك بعد غرق مركب انطلق من سواحل جرجيس. كما كشف المتحدث باسم النيابة العامة فصفاقس فتحي بوجناح أن فرق البحث تمكنت من إنقاذ 11 شخصا بعد غرق المركب. قبيل هذه الحادثة بساعات أكد رئيس تونسي قيس سعيد أن المهاجرين في بلاده يلقون معاملة إنسانية عكس ما تروج له من وصفهم بالدوائر الاستعماراتية وعملائها وفق وصفه.
اعتبر أن تونس ليست شقة مفروشة للبيع أو للإيجار، وأن هؤلاء المهاجرين الذين هم في الواقع مهجرون لم يتخذوا من تونس مقصدا لهم، إلا لأنه تم تعبيد الطريق أمامهم من قبل الشبكات الإجرامية التي تستهدف الدول والبشر. ومع تصاعد قضية المهاجرين، أكدت المنظمة الدولية للهجرة تسجيل أكبر عدد من ضحايا المهاجرين في المتوسط منذ 2017. توفي أو فقد ما لا يقل عن 1850 شخصاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. هذا وتم تسجيل وفاة 1100 شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي. تؤكد المنظمة الدولية للهجرة أن الأرقام الحقيقية أعلى من المعلن عنها، مشيرة إلى أن العديد من القوارب تغرق دون العثور عليها على الإطلاق. من العاصمة التونسية ينضم إلينا الدكتور خالد عبيد، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ومن باريس أندري مهاوج، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور خالد، لماذا تنامي أزمة الهجرة غير الشرعية في تونس تحديدا؟ مساء الخير لك ولضيفك ولكل المشاهدات والمشاهدات. هو هذه المسألة لا تتعلق بتونس فقط، ربما الأضواء الآن مسلطة على تونس أكثر من اللازم، لكن هذه المسألة تهم كل بلدان الحوث الجنوبي البحر الأبيض المتوسط، وإن كان ذلك بصفة متفاوتة تختلف من بلد إلى آخر، لكن باعتبار أن الظروف ربما مهيئة بطريقة أو بأخرى في تونس بالنظر إلى استقرار نسبي كبير للوضع السياسي والاجتماعي في تونس، هو الذي أغرى بطريقة أو بأخرى المتاجرين هؤلاء المتاجرين بالبشر إلى توجيه عدد لا بأس بعدد كبير ممن طالهم الفقر والحرمان وغير ذلك من بلدان المصدر، توجيههم نحو تونس. طيب، لكن المعارضة تقول أن الحكومة تهدف إلى وضع عدو وهمي بهدف إلهاء الشعب التونسي عن مشاكلهم، كيف ترد على ذلك؟ لا، المسألة لا أعتقد أن المسألة تتعلق بعدو وهمي. نحن في تونس نعيش حقيقة مشكلة حقيقية، وهذه المشكلة تتمثل في وجود أعداد كبيرة ومتزايدة من الأشقاء ومن الأخوان الأفارقة جنوبي الصحراء، وجودهم في تونس بطريقة غير قانونية، وتونس تعاني أزمة مستفحلة للغاية على مستويات اقتصادية ومالية وما يستتبعها من احتقان اجتماعي، وبالتالي لا يمكن لتونس أن تتقبل أو تقبل بهكذا مجموعات كبيرة غير شرعية وغير قانونية في تونس دون أن يقع تقنين ذلك، دون أن يقع محاولة البحث عن حلول حقيقية لهذه الظاهرة التي لا تشمل تونس فقط لكن في نطاق احترام حقوق الإنسان وغير ذلك. لكن أن نقول بأن المسألة تتعلق بعدو وهمي، فهذه مسألة فيها الكثير من الخطأ ومن الخطأ إن شئنا، بالنظر إلى أننا نحن هنا في الميدان وعلى الأرض ونعرف حقيقة ما يحدث في مدن عديدة وخاصة منها صفاقس وبعض الأحياء العاصمة، وعلى من يقول مثل هذا الكلام عليه أن يتصل بالعديد من التونسيين وسيسمع الكثير مما يقال الآن في الشارع. لكن الأهم من كل ذلك أن لا تحدث التجاوزات من هذا الطرف أو ذاك. طيب، وضرورة البحث عن حلول حقيقية وليس طيب مسكنات لإنهاء هذه الظاهرة. طيب، ولا يمكن أن يكون هذا إلا بتظافر جهود الجميع. بالحديث عن تظافر جهود الجميع، سيد أندري، يعني الهدف للمهاجرين غير الشرعيين معروف، والضفة الأخرى من البحر المتوسط، لماذا يتباكى البعض وتحديدا القارة الأوروبية على المهاجرين ومأساتهم ولا يساعدون تونس؟ لا، مرحبا بداية لك ولجميع المشاهدين وللضيف الكريم. الموضوع هو أن موضوع الهجرة هو موضوع دائم، ليس بالموضوع الجديد. نعرف أن كان هناك اتفاقات بالنسبة للاتحاد الأوروبي تعود إلى ما يعرف بمعاهدة روما العام 57 التي كانت تنظم الهجرة، ولكن الهجرة كانت مخالفة لما هو عليه اليوم. كانت هناك موجات من الهجرة أوروبا تستخدمها. اليوم مصادر الهجرة هي نفسها ولكنها تتحول بحسب الظروف. في المدة الأخيرة طبعا كانت في هناك
الحرب في سوريا التي كانت مصدر للهجرة، ولكن ما أمكنت انطلاق المهاجرين كانت إما تركيا بشكل أساسي واليونان، بعدها انتقلت كانت هناك ليبيا، اليوم تونس. لماذا تونس؟ لأن هناك على تونس اليوم أعتقد أن هناك ضغط من جهتين، من الناحية الجنوبية من دول أفريقيا ومن الناحية الغربية باتجاه صفاقس وتحديدا ربما عبر الحدود الجزائرية. المشكلة الأساسية أن الاتحاد الأوروبي اليوم لم يعد يستطيع أن يستقبل كل دفعات المهاجرين بالأخص الباحثين عما يعرف بالحلم. كان هناك قمة أوروبية في شباط فبراير الماضي، وقد تم خلال هذه القمة الاتفاق على وضع شروط ربما تعتبر قاسية أو أكثر ضبط الحدود، منها أولا مراقبة الحدود الخارجية والتي تسمح بها، نعم نعرف أن هناك معاهدة شنغن التي ضمنت حرية التنقل وطلبت الحدود المراقبة على الحدود إذا الخارجية، تجديد هذه المراقبة. اثنين، هناك أيضا طلبات بتفعيل آليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين. وثلاثة، التسريع ببت طلبات اللجوء، هناك الهجرة العادية. طيب هذه النقاط أنقلها للدكتور خالد. دكتور خالد إذا سمحت فقط، المشكلة عفوا بس المشكلة أن تونس اليوم هناك استغلال سياسي، وربما السلطة الحكومة التونسية أو الرئيس التونسي شخصيا عندما بدأ يتحدث بخطاب اعتبر بأنه خطاب عنصري ضد المهاجرين، بعض وسائل الإعلام في تونس استخدمت هذا الخطاب وبرزت هذا الخطاب بشكل كانت تعتقد بأنه يفيد سياسة الحكومة أو سياسة الرئيس، ولكنه نمى مشاعر لا أقول عنصرية ولكن بعض مشاعر العداء أو الرفض لاستقبال موجات المهاجرين الكبيرة باتجاه تونس. طيب دكتور خالد، هل تعتقدون فعلا أن هناك استغلال سياسي من قبل السلطة في التعامل مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين في تونس؟ حقيقة لا أعتقد ذلك. السلطة وجدت نفسها في مواجهة أزمة لم تحتسبها ولم تعتقد بالمرة أنها ستجد نفسها في أتون أزمة هي ليست مسؤولة عنها، بل وجدت نفسها محشورة ضمنها. ولذلك تحاول السلطة في تونس البحث عن السبل من أجل أفضل السبل من أجل الخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار سياسيا واجتماعيا وحتى خارجيا. ومنه هنا نفهم لماذا هناك دعوة وإصرار على أن يقع عقد اجتماع يشمل كل الدول المعنية بهذا الموضوع، بدءا بدول الإفريقية جنوب الصحراء والساحل الإفريقي ودول الحوض الجنوبي البحر الأبيض المتوسط، يعني من مصر إلى حد ومن لبنان وسوريا إلى حد المغرب الأقصى، ودول الحوض الشمالي للبحر المتوسط أي الدول الأوروبية المعنية أساسا بهذا الموضوع. وهذا المؤتمر نحن استمعنا اليوم إلى ما صرح به وزير الخارجية الإيطالي بأنه سيعقد اجتماع في هذا الصدد يوم 23 يوليو الحالي. ربما يكون هذا النواة من أجل إيجاد حل عوض البحث عن ترحيل المشكلة إلى هذا البلد أو ذاك. أوروبا رأينا أنها تسعى منذ مدة إلى ترحيل موضوع الهجرة الشائك لديها إلى دول الحوض الجنوبي البحر الأبيض المتوسط، والدول الحوض الجنوبي البحر الأبيض المتوسط وجدت نفسها بين فكي كماشة. أولا كل من يريد أن يهجر وطنه من جنوب الصحراء وساحل الإفريقي، أول محطة تجده أمامه هي محطة هذه الدول. يبقى الموضوع جداليا بين تونس والقارة الأوروبية في ظل تفاقم هذه الأزمة. وفي نفس الوقت أوروبا لا تريد هؤلاء أن يرحلوا إلى أوروبا. شكرا جزيلا من تونس الدكتور خالد عبيد الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، ومن باريس أشكر كذلك ضيفي أندري مهاوج الكاتب والمحلل السياسي. شكرا جزيلا لكما. في وقت تتجه فيه السلطات الفرنسية إلى التشديد من إجراءاتها بعد أعمال الشغب الأخيرة، أطلق الناشطون دعوة جديدة للتظاهر واسعة ضد عنف الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس، وذلك بعد أيام من موجة أعمال الشغب عمت مدن الفرنسية. هذه الدعوة جاءت عقب توقيف عنيف لشقيق شاب أسود كان قد توفي عام 2016 بعد توقيفه.
البقاء في البيت فوق السرير لمشاهدة التلفاز هو من دون شك مظهر من مظاهر الاسترخاء، لكن هذا السلوك أصبح تحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتحول إلى ترند خصوصا على تيك توك. فوفق خبراء في علم النفس فإن البقاء في المنزل فوق السرير لمدة طويلة بات يسمى بظاهرة التعفن على السرير، وهو مصطلح شائع بين مستخدمي تيك توك. هذا وحذر الخبراء من أن الإفراط في هذه العادة قد يشير إلى مشاكل عقلية مختلفة، كما قد يرتبط بأعراض الاكتئاب والقلق. وهناك تحد آخر على منصة تيك توك منتشر في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا التحدي عبارة عن قيام أشخاص بالقفز من القارب وهو يسير بسرعة عالية، ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص إثر كسر أعناقهم. أظهرت لقطات على تيك توك مشاهد جنونية لأشخاص يرمون أنفسهم في المياه من القوارب وهي تسير بسرعة. معنا من بيروت المحللة والاستشارية في علم النفس العلاجي ريما بجاني. ريما أهلا بك معنا في أخبار الساعة وفي العربية. أسباب انتشار هذه التحديات الخطيرة والمثيرة للجدل بين الشباب من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أول شيء أكيد مساء الخير للجميع. نحن اليوم إذا بدك جاوب على هذا السؤال، منه شيء جديد التحدي بين إذا بدك المراهقين أو حتى الشباب، يعني هي إذا بدك صفة موجودة على طول عندهم. طب لماذا هذا الانتشار الواسع لها؟ صح، هون إذا بدك نقطة أساسية، شغلتين هن أثروا أكثر. أولاً السوشيال ميديا هي بحد ذاتها يلي خلتها تصير منتشرة أكثر وهذا التحدي يصير أكبر. أوكي، وشغلة تانية، نحن اليوم ما فينا نقول إنه سلوكيات الإنسان تغيرت آخر 2-3 اللي قطعنا فيها، ما رح نعدد الأسباب، كتير أسباب أدت إنه سلوكيات الإنسان يصير فيها تعديل وراح أكيد السوشيال ميديا كتير أثرت، الكوفيد أثر كمان إنه صار في تغيير، واليوم نحن صرنا عم نحكي عن جد على تبني تصرفات ما كنا نشوفها هالقد قبل. فإذا نحن اليوم السوشيال ميديا إذا بدك نمتها أكثر وخلتها تصير أوسع وساعدت إنه نحن اليوم إذا بدك إذا بنحكي عن المراهق في الإمبالسيفيتي أو عدم القدرة على السيطرة على انفعالاتهم أو يحدد إذا بدك خطورة اللي عم بيقوموا فيه. طب ريما، هل هي محاولات، هذه التحديات محاولات لإثبات الذات أم هي محاولة للهروب من الواقع من قبل هؤلاء الشباب؟ إثبات الذات هي من الأساس موجودة عند هؤلاء الناس، بس اليوم نحن صرنا عم نشوفها بطريقه شوي مو غالطه، لانه مش هيك اثبات الذات بيكون، وعم بيدوبي اكثر على الشخصيه اللي هي بدها تثبت حالها بطريقه شوي سريعه وبطريقه شوي عنفيه، لانه عم نشوف كثير فيها عنف، وهذا التحدي بين الناس وانه انا اليوم بين شخصيتي وقدراتي بس بطريقه عن جد هالقد سريعه، وهيدي النقطه الاساسيه. وقد ايه هيدي السوشيال ميديا هون بعد ما رحنا اذا كمان فيها ربح مادي ببعض الاحيان عم بتخلي الانسان، وهذا اللي حكيته بالاول، انه يروح على تغيرات بسلوكياته، يروح على طرق ثانيه يثبت حاله بطريقه شوي مبالغ فيها. طب ما هي الاثار النفسيه لهذه التحديات على شباب مواقع التواصل الاجتماعي؟ اليوم على الاكيد في عنا ببعض الاحيان اذا بدك هيدي الرغبه على طول انه نضل نحن موجودين ومبينين، في عندك اكيد عم بتكون عم بتسبب لنا قلق ببعض المحلات، بس بعض المحلات الثانيه عم بتخلينا ننمي شخصياتنا بطريقه منا ناضجه انفعاليا او حتى ذهنيا، عم تكون عنا يمكن نحن شخصيه شوي هشه بتخلي اقل ظرف ياثر عليه، وهون رح تشوف اكثر اذا بدك الاجريسيفيتي عم رحلك، اذا بدك اكثر بتداعياتها النفسيه العميقه، واكيد ما رح نكون عم نقول اكيد في ديبرشن وانزايتي وانغلاق على الذات، اذا اليوم ما كانت النتائج مثل ما هو الشخص بيرغب فيها رح تكون عم بتساعده شوي يكون عم بينمي بعض الاضطرابات اللي معقول تكون بالشخصيه. طيب ريما، بحكم عملك كطبيبه، هل اتاك الى العياده يعني مرضى من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يعانون من حالات نفسيه؟ صحيح، نحن اليوم عم نضوي على نقطة أساسية اللي هي التحديات اللي عم بتصير، في روح شوي أخف وفي روح أبعد، نحن اليوم حتى الكومباريزن، نحن اليوم من تداعياتها السلبية إنه عندنا مقارنة صارت على نطاق أوسع، وإذا بدك هذا اللي نمتها السوشيال ميديا، يعني اليوم صار في عندي مقارنة بين البير، بين نحن الأجيال من نفس العمر، صار في على طول إنه أنا اليوم بدي بين أكثر، بدي أظهر أكثر، حتى جسدياً إذا بدك ليماج دو كور، صورتي عن جسدي
لبس اكسترا تنوصل على التحديات. نحن اليوم على الاكيد عم نعاني وعم نشوفهم عندنا بكلينيكتنا، وخاصه هون بضل كثير عند المراهقه، هون عم بتبلش يلي هي كانت موجوده، ما نكون كثير كمان عم نعطيها، ما عم نبالغ نحن بالموضوع، هي موجوده بس اليوم صار اذا بدك ما عم نقدر نحتويها، الشخص صار عم بيكون عرضه لحيلا تحدي او حيلا فيديو او حيلا صوره من دون ما يكون في عنده بعض اذا بدك القدرات الذهنيه انه هو يعرف يقول صح هيدا لازم اقول ايه او هيدا اقول لا. شكرا جزيلا من بيروت المحلله والاستشاريه في علم النفس العلاجي ريما بجاني. شكرا ريما. لدينا ايضا في اخبار الساعه، ترامب يهاجم بايدن مجددا، خطير على الامن القومي. خلال تجمع مع أنصاره في لاس فيغاس، فتح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب النار على منافسه الحالي جو بايدن ووصفه بالفاسد والخطير. The gloves are off. The jar has been opened. نزع القفازات الدبلوماسية، عنوان خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام أنصاره في تجمع انتخابي. خطاب اتسم باللهجة الحادة واللاذعة اكتسحته انتقادات مباشرة وصريحة لمنافسه الرئيس الحالي جو بايدن. ترامب لم يخفي عداءه لغريمه بايدن، ولطالما اتخذ منه مادة دسمة للسخرية في تصريحاته، لكن هذه المرة فضل وصمه بالقائد الفاسد وركز على مجازفاته التي يخاطر بها بمصلحة البلاد. بايدن قائد فاسد وغير كفء والجميع يعلم ذلك، لم أكن لأقول هذا قبل 3 أسابيع، في الواقع كنت لطيفا جدا معه، لكن الآن لا يمكننا أن نكون لطفاء بعد الآن. الرئيس السابق ترامب خلال خطاب استمر نحو 40 دقيقة وجه الاتهام لبايدن بتقاضي رشاوى بملايين الدولارات من الصين وأوكرانيا، لكنه لم يوضح الهدف منها، إلا أنه اتهم وسائل الأخبار المزيفة بغض الطرف عنها. لقد أخذ ملايين الدولارات من دول أخرى كالصين، وفي التاريخ لم تكن هناك فضيحة كهذه أبدا، لكن الأخبار المزيفة لا تريد الإبلاغ عنها. ترامب أطلق وابل من الرصاص السياسي المميت على منافسه، وضعه بدائرة الشبهات ووصفه بالمخترق والخطير على الأمن القومي، استهداف قد يكون سلاح ترامب لتعزيز حظوظه للوصول للبيت الأبيض مجددا وأداة لصرف الأنظار بعيدا عن التهم الجنائية والقضايا التي تلاحقه. وفي نهاية أخبار الساعة تذكير بأبرز العناوين. بعد قراره بتزويد كييف بذخائر عنقودية، بايدن يطير إلى أوروبا لاستيعاب مخاوف حلفائه الأوروبيين عبر جولة يستهلها من لندن. واشنطن تطالب طرف الصراع بالسودان بالعودة إلى الثكنات ووقف التدخل الخارجي، وترسل بمساعدة وزير الخارجية إلى قمة الإيجاد. عشية التوجه لمناقشة خطط التعديلات القضائية، المعارضة الإسرائيلية تعلن الثلاثاء يوم غضب، ونتنياهو يقول إن صبره بدأ ينفد. تحديات خطرة تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، ترند يدعو للنوم حتى التعفن، وآخر يودي بحياة 4 ضحايا إثر كسر أعناقهم. شكرا لكم على كرام المتابعة، في أمان الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.